اليوم زان القصيد في مدح اغلى الغوال لمديرة الثانوية تزينت قفالها على الجهود وعلى الانجاز واسم الفعال والشكر والحب والتقدير عنوانها للمديرة القائدة نهدي بيوت جزال مزينة بكل الفخار والحب يلا يلا فاطمة كناني القائدة دوم مضرب مثال بيوم المديرة نهنيها على شانها المديرة هي رقت بانجازها والفعال فاطمة وهذه صروح المجد ميدانها القائدة فاطمة وفيها الخصال الجزال جهودها تميزت وفرقت عن أقرانها جهودها تميزت وفرقت عن أقرانها اليوم زان القصيد في مدح أغلى الغوال لمديرة الثانوية تزينت قفالها على الجهود وعلى الإنجاز واسم الفعال والشكر والحب والتقدير عنوانها للمديرة القائدة نهدي بيوت جزال مزينة بكل الفخار والحب بالحصان الله الله مديرتنا وفي فعايلها الكبار السمان اسم على واعتلى ترقى فوق مزانها فاطمة كناني درة في زنها والجمال بيوم المديرة نهنيها على شانها مديرتنا باهية كالشمس نور وخصال المديرة في سماها الفخر أوطانها مديرتنا في سماها الفخر أوطانها اليوم زان القصيد في مدح أغلى الغوال لمديرة الثانوية تزينت قفانها على الجهود وعلى الإنجاز واسم الفعال والشكر والحب والتقدير عنوانها للمديرة القائدة نهدي بيوت جزال زينا بكل الفخار والحب بلحانها مديرتنا فاطمة وفيها وصف الكمال فاطمة كناني والصعيبة نزلت شانها المديرة فاطمة بنت روس الكرام قائدتنا وعلى الجوزاء منزالها المديرتنا نهني ونهدي ورد الخزام مديرتنا اللي علوم الطيب منها لها مديرتنا اللي علوم الطيب منها لها اليوم زان القصيد في مدح أغلى الغوال لمديرة الثانوية تزينت قفالها على الجهود وعلى الإنجاز واسم الفعال والشكر والحب والتقدير عنوانها للمديرة القائدة نهدي بيوت جزال زينا بكل الفخار والحب بلحانها الله الله يا مديرتنا وشكر ما وفاه الكلام على جهود فرقات والكل يشهد لها المديرتنا نهني ونهدي ورد الخزام قائدتنا اللي علوم الطيب منها لها للمديرة القائدة نهدي بيوت جزال بيوم المديرة نهنيها على شانها بيوم المديرة نهنيها على شانها اليوم زان القصيد في مدح أغلى الغوال لمديرة الثانوية تزينت قفالها على الجهود وعلى الإنجاز واسم الفعال والشكر والحب والتقدير عنوانها للمديرة القائدة نهدي بيوت جزال مزينة بكل الفخار والحب بلحانها.